انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا زالت تحدث حتى الآن على مستوى مخيمات تندوف والتي تمارس على ساكنة المخيمات بالدرجة الأولى في غياب كبير جدا وواضح للبلد المضيف المسؤول بالدرجة الأولى عن هذه الانتهاكات أكيد دولة الجزائر، وأيضا في تغافل كبير منها لالتزاماتها أمام القانون الدولي وأيضا أمام القانون الدولي الإنساني، فهي يعني بعد أكثر من 4 عقود لا زالت حتى الآن تنأى بنفسها عن تناول أو بحث أي ملف يتعلق بانتهاكات تمارس ضد ساكنة مخيمات تندوف، وهذا الأمر أكيد نعرف بأنه تدبير استثنائي منها تنأى بنفسها عن التزاماتها وعلى أساس الانتهاكات التي تقع على ترابها وفي ولايتها القضائية. أكيد أن الانتهاكات لا زالت مستمرة تتعدد وتتكاثر، والادعاءات الأخيرة يعني لتنظيم البوليساريو من وجود أقصاف وحرب وأوهام التي نفاها التقرير 2602 بالحديث عن الهدوء الذي يطبع المنطقة وبعدم وجود أي ضحايا، وأيضا إدانتها بطريقة مباشرة على أساس أنها السباقة لما وقع في المعبر الحدودي بالإشارة إلى تسلل بعض العناصر جبهة البوليساريو إلى المعبر الحدودي القرقرات، وأيضا تواجد أسلحة ثقيلة معهم، وهذا في إشارة اتهام إلى أنهم كانوا يخططون لشيء ما، ولذلك يعطي الشرعية للمغرب باتخاذه مبادرة سلمية نوعية صدم منها أكيد البوليساريو، وأيضا صدمت منها الجزائر التي كانت تحاول جر المغرب إلى منطقة نزاع، ولكن الأكيد أن هذه العملية النوعية التي لاقت ترحيبا وإشادة كبيرة من المنتظم الدولي والمنتظم العربي بالخصوص والمنظمات الإقليمية وأيضا القارية أكيد أنها كانت تصب، ومن خلال التقرير بشكل ضمني الذي عبر على أساس أنها تصب في أهداف ما يطمح إليه المنتظم الدولي من الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وبالخصوص الحفاظ على هذه المنطقة آمنة، المنطقة العازلة، وما قام به المغرب هو في إطار إرجاع الوضع القائم المنشود داخل القرار الأممي من خلال مجلس الأمن. أكيد إذن العودة إلى ملف الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات التي يعني يقع ضحيتها الإنسان الصحراوي داخل مخيمات تندوف، هي متعددة للأسف ولا زالت مستمرة، ونزيف كبير حتى الآن، نزيف كبير يعني بعد مواجهة حقيقية أصبحت تباشرها يعني مجموعة الشباب، مجموعة الحركات الإصلاحية داخل المنطقة، ومجموعة من الأصوات الرافدة لذلك التدبير الاستثنائي الذي لا يمت لقواعد القانون الدولي بصلة، لذلك الفساد الذي ينخر في القيادة تلك الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية قبلا واللا قانونية والتي تضرب عرض الحائط بمواثيق حقوق الإنسان، وأيضا تضرب عرض الحائط بإنسانية وآدمية الشخص بحد ذاته، والتي لا تراعي مواثيق شؤون اللاجئين والبروتوكولات الخاصة بها، وهنا نذكر بالدرجة الأولى اتفاقية اللاجئين لجنيف لسنة 1951. أكيد أن هذه الانتهاكات والتي كانت حاضرة بقوة وكان يتعامل معها يعني النبض الشعبي لمخيمات تندوف بنوع من الحذر ومن الخجل والصمت، أيضا في تواطن كبير من السلطات هناك التي تحاول وأد أي صوت يخالفها في الرأي وتحاول وأد أي صوت معارض أو إصلاحي، والتي يعني على مدى أكثر من 4 عقود استطاعت فعلا أن تحكم قبضتها على الفضاء العمومي، أكيد بمصادرة الأصوات المناوية لها، بمصادرة حرية تأسيس الجمعيات إلا بعض الجمعيات التي لها يعني نقول أنظمة موازية لها بهذا الشكل، يعني حاربت الاحتجاجات والتظاهر السلمي أيضا بحجة مواجهة الإرهاب وفرض قانون الطوارئ. أكيد أن ساكنة المخيمات يعني بعد رضوخها لزمن كبير جدا وطويل أصبحت ترفضها صمت وترفض يرفضوا هذا يعني هذا التواطؤ للسانها الحر لتعبيراتها لأفكارها من خلال يعني من خلال خروجها إلى العلن والمواجهة الحقيقية، وحتى لو
خرجت عن الإجماع. هذا ما كان يخوف الساكن، الخروج عن الإجماع كان صعب، والعقوبة على الخروج من الإجماع صعبة، هي عقوبة نفسية، عقوبة تستثني الشخص من المساعدات الإنسانية، عقوبة يعني لها درجات مستويات مختلفة تصل إلى عزل الشخص ومحاربته والتضييق عليه واعتقاله في بعض المرات. إذن عودة إلى وضعية الحقوق، يعني الحقوق بالدرجة الأولى المدنية والسياسية داخل مخيمات تندوف تعرف ترديا كبيرا على جميع المستويات، وهو ما وصفه تقرير أنطونيو غوتيريس على أساس أن المخيمات منذ في تقريره لأكتوبر 2019 أن المخيمات تعرف احتجاجات مستمرة، وهذه الاحتجاجات لها أسباب كثيرة، والاحتجاجات لا زالت مستمرة حتى الآن تتنوع وتتكاثر وتتناسل حتى يومنا هذا. وأكيد أن إعلان الحرب ليس إلا وسيلة أكيد للمواجهة مع المنتظم الدولي وأيضا لمسايرة أجندة الجزائر صنيعة البوليساري، ولكنها بالدرجة أخرى هي للتنفيذ عن الضغط الداخلي وتلك المواجهة الحقيقية التي أصبح ترفض بها ساكنة مخيمات تندوف ما يقع من انتهاكات ومن خلل حقيقي ومن نائي حتى عن ذلك المسار النضالي الذي أصبحت ساكنة مخيمات تندوف تتحدث عن القيادة على أساس أنها أصبح عبئا بدل أن تستمر في ذلك المسلسل النضالي والسياسي.